وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار. وزير المالية يؤكد أنه لا نية لزيادة الضرائب. تعاون بين الإنتاج الحربي ومياسك الكويتية في مجالات المدن الذكية. التضامن تؤكد الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب الوقوع في الإدمان. شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو الماضي، حيث قام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، كما قام أيضا باستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم والمعروفة بسيدة القطار خلال الحفلة، وذلك تقديرا وعرفانا لما صدر منها من فعل يحتذى به مع أحد المجندين. كما قام وزير الدفاع أيضا بتكريم المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذي يتحلى دوما بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب. في إطار نفي الشائعات وتوضيح الحقائق، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه لا نية لزيادة الضرائب، مؤكدا حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية على النحو الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص للعمل. معيط أشار أيضا إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، كما قدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل خفضت شرائح الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، كما رفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%. في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية، بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مستجدات التعاون مع شركة مياسك الكويتية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال شهر نوفمبر من عام 2019، وذلك يأتي لمواكبة التوجه نحو إنشاء المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، وكذلك التحول نحو التحول الرقمي والسلامة والأمن المعلوماتي، كونه أمر حيوي بالنسبة لمصر خاصة في ظل خطتها للتحول إلى مجتمع رقمي، حيث تسمح المدن الذكية باستخدام الموارد الاقتصادية والبيئية بشكل أكثر كفاءة. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج أن أحدث الأبحاث التي أجراها الصندوق على الإناث المتعافين من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، وأن 34% منهن أدى تعاطيهن إلى خلافات أسرية جسيمة، كما أن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدى المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مشروع مودة، والذي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.